اصبح في سبيس ما بين الاثنين. هذا السبيس هو مقفول كلوز سبيس لان دي مسكن هارت ومسكن هارت. هذا الكلوز سبيس ده هو بيسموه ذا ديب برينيال باوش او اليوروجينتال دافريم. هو ده اليوروجينتال دافريم كلوز سبيس ما بين البرينيال ممبرين وبين الفاشيا ده وكلوز من قدام كلوز ومن جنبين كلوز وكلوز وكونتين اليوريس جزء اللي بعد اليوريسرا. اليوريسرا اللي جواه ده بيسموها الممبرينس يوريسرا والممبرينس يوريسرا ده هي متحوطه بالسفنكتر يوريسري الاكسترنال يوريسرا السفنكتر الاكسترنال يوريسرا السفنكتر. وفي جلاند نحوط اسمها بقى ايه بالب يوريسرا جلاند وهنا هو في نيرفات اللي داخل عشان تروح للبينس والارتر اللي داخل عشان يروح للايه للبينس اللي هو البودندال ارتر انترنال بودندال ارتر. وعندي البودندال نير عشان يدي البرنيال برانش بتاعه وبيدي الدورسال نير اوف ذا بينس يروح للبينس. عندي بودندال نير الكونتين ده بودندال نير كونتين ده انترنال بودندال فيسل والبرانشات بتاعته. الكونتين الجلاند ناحية اسمها البالبو يوريسرا الجلاند. الكونتين الممبرينا يوريسرا بتاعته. يوريسرا بارت اوف يوريسرا وهذه الممبرينا يوريسرا it is surrounded by the sphincter يوريسري. الاكسترنال يوريسرال سفنكتر. هذا الاكسترنال يوريسرال سفنكتر جاي من البيوبيك ارش من ناحيه من البيوبيك هنا والبيوبيك ارش هنا ولف حوالين اليوريسرا اللي هي مختلفه دي ده انا هتطلع من هنا. وده فولانتري ماسل نمره واحد سبلاي سوماتيك نيرف اللي هو البودندال نيرف اندر كنترول and under control of my will and it has a very important role in controlling urinary flow. يعني انا بتحكم بالبول عن طريق هذا الاكسترنال يوريسترال سفنكتر لانه الفولانتري ماسل نمبر 1 سبلاي بالسوماتيك نير نمبر 2 بتيجي قافله الايه؟ الايه؟ هذه الممبرينس يوريسترا صار there is no continence of urine. طيب يبقى لازم اعرف الديب برينيال باوش نمره واحد لازم اعرف الممبرينس يوريسترا. الممبرينس يوريسترا طولها نص انش نمره واحد. نمره اثنين ده از نوت دايلاتابل ات اول ده ريجيد. ليه ريجيد؟ لان محوطاها سفنكتر فعشان كده ريجيد از نوت دايلاتابل. لو دخلت بقسطره ابقى عامل حسابي ان الحته ديت نوت دايلاتابل فامشي بالراحه عشان ما اقطعش هذه اليوريسرا. نمره اثنين السفنكتر بتاعها شورت نص وريجيد وموجوده في الديب برينيال باوش وبتكونكت ما بين البروستاتيك يوريسرا اللي هنا والبنايل يوريسرا اللي هنا. يعني دي البروستاتيك يوريسرا اللي هي بتختلف البروستات. وبعدين هنا اهوت هلاقي البنايل يوريسرا بعدها هنا اهو. دي البروستاتيك يوريسرا هو البروستات وبعدين الممبرينس يوريسرا والبناين يوريسرا. دي اجزاء اليوريسرا كلها في البين. البروستاتيك اللي هي جوه البروستات هناخدها لما ناخد البروستات. لكن الممبرينس وقتها دلوقتي والبناين يوريسرا اهي. لما ناخد الاكسينا جنتاليا في المين. طب لما ده ديب برينيال باوش يبقى ده كله مين؟ السوبرفيشال برينيال باوش. ده السوبرفيشال برينيال باوش.
يبقى عندي في البرانيوم في اثنين جاوشز. انا عارف ان انت غلسه غلسه، لكن لازم تعرفوا ان في دي برانيوم باوند ده كلوز جاوش مقفول على نفسه، وجواه الممبرين سوريسرا وفيها سفنكتر وجلاند ونربان وفي ما وفي حاجات ثانيه مش مشكله بقى. واللي بره الهواء ده كله سوبرفيشال برانيوم باوش اللي كونتين البنايل اليسرى وكونتين البرانشز بتاعت البلينجا النير دورسا النير بوجرافين وكونتين البرانشز بتاعي الانتينا البلينجا الارتي دورسا الارتي وفابينس ديب ارتي وفابينس وبيدي برانش للايه للبلب وفابينس حته مكلكعه صح؟ حته مكلكعه مش كم وضع ممكن نرضيها طب بلاش نخليها مور او ليس كومبليكيت في دي برينيال باوس او سوبرفيشال باوس ما اصل انا لو نفس المشكله انا عجبت ان هو على ايه؟ امشي يعني؟ يعني حتى مش حتى تدور بخط تقول لا اتحرك زحلق يعني روح دايما من هنا يعني برضه مش زي برضه يعني انا برضه انا غلبان برضه يعني ما تقوليش كده عشان كده بتسرب نفسي يعني امشي يعني يعني ايه يعني؟ اهو. فانا عايز اعرف بس ان في ديب برينيال باوش وفي سوبرفيشال برينيال باوش. في ديب برينيال باوش لا انسى ابدا الممبرين السويسرا ولا انسى السفنكتر الوريثي. البلب والوريثرا الجلاند ده هي فهمتيها فهمتيها ما فهمتهاش طز فيها. ارتري عرفت ان في انتنا بتنزل ارتري وانتنا عرفتيه ما عرفتيش انت حر. لكن لاند ليس حر ابدا في الممبرين السويسري. ليس حر ابدا في السفنكتر الوريثي. ولازم تعرفيه هو اصلا ايه وسوماتيك والنير سبلاي بتاعه وفرونتري كنترول وسراوند الممبرين سبارت بتاع اليسرى ده ما فيش انتظار. والممبرين السويسرا ده نص انش وشورت سبارت اوف ذا اليسرى وريجيد بارت از نوت دايركت دي دايركت ودي دايركت لكن دي ريجيد بارت اوف اليسرى وزي بعض وده كلوز سبيس وخلاص ومات زي بعض. السوبرفيشال برينيال باوش اللي هو فيه البنايل اليسرى وفيه النابس والفيسل الرحم البينس او الكليتوريس انفينين او الكليتوريس انفينين. طيب لازم اعرف بقى كمان في السوبرفيشال برينيال باوش انتوا عارفين السوبرفيشال فاشا بتاعت انتيرو ابدومينال وول كانت عباره عن فات لير ومبرينس لير. الفات لير ده هي هتيجي نازله هنا هتبانش على البيلز وهنا تتحول لمين؟ للداركوس ماسل احنا خدناه. لكن الممبرينس لير ده هي هتيجي جايه نازله هنا اهو وتيجي عندها تيوبلر شيز اراوند ذا بينس اور ذا كليتوريس وتيجي جايه هنا اهو في السكروتم معامله كوليس فاشيا وما قلنا كل ايه؟ فريرا كلها اي حاجه غير علميه كله يقول على طول. لما تلاقي حاجه علميه كله يسقط على طول. كوليس فاشيا ادي الكوليس فاشيا بتروح تمسك في البرنيال ممبرين وده سوبرفيشال برنيال باوش ودي برنيال باوش. سوبرفيشال برنيال باوش من تحت الكوليس فاشيا بتاعت السكروتا. يا كويس؟ لازم اعرف ان هذه السوبرفيشال بنير باوش از كونتينوس مع مين؟ مع الانتيرو ابدومينال وول. ده كلوز لكن ده مفتوح اهو. ان السوبرفيشال بنير باوش از كونتينوس مع الانتيرو ابدومينال وول. وفي البنايل اليسرى في البنايل اليسرى
لازم اعرف كل السيشن، لازم اعرف فيه زمان شاب نفش وفيه البنايه لسه. والتاني فيه الممبرينات لسه وفيه السنتر لسه. وان السوبرفيشال بين الباوس از كونتينيوس من قدام اراوند ذا بينس اند انتر اب النور. ديس هي مينيت ايه؟ نفترض ان واحد هرب من محاضره. وهرب من محاضره طبعا الدكتور ما بيسموش. بيجي وراه. فدايله دايله وراه دايله وراه التاني بقى يهرب منه يهرب منه جيت لابس اتوبيس. ده ايه ده الطالب. الطالب. الدكتور ده ليه حساب لوحده. فالمهم لما حصل دخل في اتوبيس حصل فراكشر بلبس وحصل رابشر بنايلوسا. حصل رابشر بنايلوسا. البنايه اليسرى لما يحصل لها رابشر هتنزل هنا ايه؟ يورين. هتنزل هنا اهوت ايه؟ يورين. هتطلع هنا اهوت ايه؟ يورين. هبص الاقي فجأة السكروتم سوولن. سوولن مليان يورين. اوصو البينس بيكام سوولن لأنه مليان يورين. والانتيرور ابدومينال وول احط ايدي كده اهوت احس ان في فلويد تحت ايدي. اجي اعمل له اشعه على بطنه الاقي تحت في الاشعه اللي هي الاقي جراوند جلاسز لايت جراوند. عارفين جراوند جلاسز اللي هي ايه؟ انتوا عارفين مش عارفين حاجه. انتوا عارفين احيانا في جداد في جداد في جداد بيحطوا في الجدان اللي هي في البيت تلاقي الجدان الكبيره يعملوها مربعات والازاز يبقى ما يشوفش اللي وراه بس ايه مكسرين الضوء مشوش اهو ده الجراوند جلاس ده الجراوند جلاس اعمل اشعه الاقي الاشعه هنا زي بالظبط الازاز اللي مشوش ده انديكيت ان فيه يورين هنا اهو جراوند جلاس فده يقول لي ان ده رابشر بنايلو ريس لما خبط اتوبيس وبص لقيت سكروتم اتنفخ ومليان فلويد وبص الاقي البينس نفسه اتنفخ وفي فلويد والانتيرو ابدومينال وول بقى بارجين واعمل له اشعه الاقي فيه جراوند جلاس لايك بتاع الانتيرو ابدومينال وول انديكيتنج يورين اكسترا بوزيشن ده رابشر بنايلو ريس. في واحد تاني بس طلع لقين جدا وقال لك الدكتور مش هيقدر يكمل معايا الدكتور اخصاه يعني هيجي مثلا لغايه عند لغايه عرفه كده بعد كده خلاص انتهى فانا مش هيقدر مش مهم انا وصلت لغايه عارفه وبعدين قال لي طالع ايه؟ اي جبل من الجبال اللي هناك ده هو مش هيقدر يطلع خلاص هو اخرته هنا وده حصل فعلا. فالدكتور جرى وراه لغايه هناك خلاص الدكتور تعب جه قاعد في الارض. التاني بقى جه طالع قاعد بقى فوق تمام ويبص له كده اهوت ويقول بص كل ما انا قاعد كده. فالطالب وهو قاعد طبعا ايه ما ربنا برضه ايه؟ ما بيحبش الظلم بصراحه. ما بيحبش الافتراء. لما الانسان بيفتري عرف ان نهايته قربت. واعرفي ان في سمثينج رونج هيحصل. ما تحطش في دماغك